كلف سمو الشيخ خالد بن حمد ال خليفه النائب الاول لرئيس المجلس الاعلي للشباب والرياضه رئيس الهيئه العامه للرياضه رئيس اللجنه الاولمبيه البحرينيه سمو الشيخ عيسى بن علي ال خليفه نائب رئيس اللجنه الاولمبيه البحرينيه بترأس وفد مملكه البحرين بدوره الالعاب الاولمبيه الثالثه والثلاثين التي ستحتضنها العاصمه الفرنسيه باريس اولمبياد باريس 2024 من السادس والعشرين من يوليو الجاري الى الحادي عشر من اغسطس المقبل واعرب سمو الشيخ عيسى بن علي عن شكره وتقديره البالغ لسمو الشيخ خالد بن حمد على هذه الثقه مثمنا عاليا دعم واهتمام سموه مؤكدا العمل على دعم ومسانده لتحقيق افضل النتائج في هذا الحدث الرياضي الكبير لتحقيق انجاز رياضي جديد ومشرف معربا سموه عن ثقته الكامله في قدره الوفد البحريني علي تحقيق انجازات مميزه في اولمبياد باريس 2024